Mademoiselle Rancourt. كنت مرة بلا قصة. راه تكونوا جوج من الناس هنايا، واحد تضرب في الراس، واحد تضرب في الكرش، وهادو اللي قتلوهم خوانا، وكاينين الناس كيتعاونوا معاهم، اللي كيعرفوهم يبلغوا عليهم، وهادو أوامر ديال السيد الكورونيل. وشي واحد غطى عليهم راه العاقبة ديالو وخيمة. رجعت أكثر شخص كيقلبوا عليه في هاد البلاد، متمردة هربانة ومفروض عليا نخو البلاد. مت وعود حيت ورجعت وحش باش ننتقم. Andy.